حيوان يا حوينة هالصور معك. لما هداني العقل طار عقلي. يلعن حظي. أهلا وسهلا عمر بيك. ما في عندك مواعيد اليوم؟ بعرف عندي شوية شغل بالمكتب. إذا صار شي طارق خبريني. والله ما في شي طارق أكتر مني هون. تعرف اللي عملته والدتك فيني ما هيك؟ أكيد بتكون عرفت. حتى تولي بخانه ما بتعرف. وهنن التنتين يولا هاي بتكون حياتك الخاصة والمكان هون مانو مناسب لحتى تحكي بهيك مواضيع. بعدين أنا ماني صديقك. إيه معك حق مظبوط مالك صديق. هو حبيب ملكة مملكة الجليد. شو كنتي متوقعة؟ بيروح. ليش هيك لون الفضيات؟ شو كأنه ما عم تنطفوهم؟ والله إلي نص ساعة عم بمسح فيهم سجاهدة ما نون عم يلمعوا. ايه بس هي مو المادة اللي منلمع فيها. انتو جايبين غيرها. ميسون؟ ميسون ما عم تسمعي؟ روحي على السوبر ماركت وجيبي الملمع تبعنا. ايه طيب حاضر. لك انا كم مرة بدي اقول لك كبي هالمجلات؟ انت شو بفهمك بهالشغلات؟ ليش عم تجمعيهم؟ ما عم بفهم والله. رح كبون هلا وقدامك. خلص ما تكبيهم هلا قدام عيوني. روحي على السوبر ماركت وجيبي الملمع بسرعة. ها عمري بدك شي من السوبر ماركت؟ ولا شي. تعال شوف ابني. يا روحي انت لا ترد جواب بوش ستك ماشي؟ تقبرني. لا تزعل منك ماشي؟ طيب لو ما توليب دخلت بالقصة ونهت التمثيلية البايخة مثلك ما كان رح يكون في بجيبتك ولا حتى قرش واحد. ليك هذا آخر تنبيه مني من اليوم ورايح. ما بدي مشاكل مع هيك بنات تافهين ورخاص. أمرك عراسي يا سلطانة جاهدة. الصبح كنت متضايق كتير. آسف. رح راضيكي بطريقتي. استنيني. يا روحي انت. يا روحي. بيحب الفشخرة حتى بالسيارات. مسكين مريض نفسي. عجبتك السيارة؟ عندك اهتمام بالسيارات صح؟ انت رقم 4 ما؟ عفوا؟ مو انت اخت يولا الصغيرة؟ صح انا اختها لحبيبتك وبفهم بالسيارات اكتر من ما حضرتك بتفهم بالمجوهرات. عفكرة العادة اللي جبته كتير بالشاح. عن جد؟ ايه والله مبهرج وغالي على الفاضي. كأنه فحصتي للعقد منيح ومدققة فيه. صح انك دافع حقه غالي بس انت جايبه للفشخرة. عن جد؟ كيف عرفتي؟ انت وعم تشتري مانك مفكر باختي والدليل انه العقد ما بيلبق لها. لهيك كانت هديتك بشعة لانه حضرتك مالك جايبه لإلها. حلو يلي عم تقولي. لكن لمين اشتريته؟
واضح كتير اللي جبت لها العقد لأختي. انت حابب تجاكلها لستك، والمفاجأة واللي حز بقلبي كتير انه يولا قيمتها مالا مثل هديتك. شو يلي عم تدرسيه؟ علم نفس ولا انا غلطان؟ مالك غامض هالقد داني حكيم اغلو، انت واحد دلوع وسخيف ومكشوف كتير، موضوعك مانو بحاجة علم نفس. انا بدرس حقوق. مع السلامة. شكرا كتير، يعطيك العافية. شوفي انت تنقرتي شي مع توليب؟ لا بنوب، شكلها كانت تعبانة، روحها بلا رجعة. انا تعرفت على اختك اليوم. يي سيلين مو؟ ان شاء الله ما تكون اتغالظت عليك. مبين عقلها صعب كتير. ايه بتكون حكت لك على العقد وبهدلتك ما؟ ايه والله بهدلة مرتبة، بس عادي. قلت لي عادي. شو اللي زعجك بالله؟ امشي. لوين؟ رح وصلك على البيت ورح راضيكي على الطريق، لا تخافي حياتي. اذا هيك ماشي. طبعا ماشي. شكرا داني، بس اوعك تفكر انه بتوصيلتك الي على البيت طاب خاطرك وانه ما في شي. ماشي عيني؟ مو ماشي يا ستي، انت معزومة المساء على العشاء بالقصر. كيف؟ عن جد؟ يعني شو المناسبة لحتى امزح معك بهيك قصة؟ ستك واهلك حيكونوا؟ طبعا. انا ما كان جاي عبالي اضحك، بس ضحكتني من قلبي عجد. شكرا. ايه بس اللي عم بحكي انا عن جد. كيف يعني؟ يعني انت هلأ عم تحكي عن جد؟ عن جد عم تعزمني على العشاء لتعرفني على اهلك مو هيك؟ انت ما عم تمزح معي. ابوك وامك رح يكونوا موجودين؟ اذا لسه بتقولي عن جد مرة تانية رح غير رأيي. ماشي تمام 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 ماشي، بس يعني شو لو سمعت كم كلمة؟ يعني اذا ستك حكت لها شي كلمة بتجرح انا عن جد ما رح اتحمل. بعدين يي شو لو بابا دري؟ ليكي يولا حبيبتي اسمعيني، هلا اذا انت خايفة ابوك يعرف بروحتك المسألة عنا على القصر، خلص نلغي القصة كلياتها ولا تتضايقي يا قلبي. تمام خلص رح اجي رح اجي. ايه ها هيك. ايه على مهلك. سلامة. مساء الخير دكتور. مساء الخير يولا اهلي. يعني انت ما رح تتعشى ببيتكم ما؟ اسفة. تصبح على خير دكتور. يلا داني خلصني تعال، هلا بابا بيجي. اف كنت رح ارجع على البيت لو تاخرت كمان شوي. يلا انت جاهزه؟ اسمع داني، هلا انت متاكد يعني ما رح يصير مشكله ما بيعرفوا اني جاي ما هيك؟ السفرة جهزت. يلا شوكات. شو جاي لعنا حدا؟ ايه والله يا ستي اليوم عنا ضيفه.